نعم، لنقف كذلك أستاذ العطر على أبرز المحطات لدى الدكتور رياض حجاب. حدثنا عن أبرز محطات الدكتور في الثورة السورية، أو إن كان لديك معلومات ما قبل الثورة السورية لا بأس بها. نعم، ما قبل الثورة السورية كان هنالك يعني قبل الانشقاق وقبل يعني منذ بداية الثورة عام 2011 الشهر الثالث، كان هنالك تحركات يعني بعد أن أصبح رئيس للوزراء، كان هنالك تحركات وتأمين لخروجه وانشقاقه ووصوله إلى الأراضي الأردنية. هذه التحركات كانت بالتنسيق مع الجيش الحر الذي أمن وصوله إلى الأراضي الأردنية. بعد الخروج يعني أي شخص يعني على الأرض السورية وخاصة في منصب مراقب، يعني تعرف أن طغمة الأسد لا تترك أحدا يتصرف على هواه أو كيفما يريد داخل الأراضي التي تخضع لسيطرة النظام. بعد الخروج أصبح العمل واضحا. قلت لك في الفقرة السابقة أنه أسس تجمع الوطن الحر الخاص بالعاملين في مؤسسات الدولة بين عامي 2012 و2015. بدأ حراكه السياسي على نطاق أوسع حين انتخب رئيسا للهيئة العليا للمفاوضات في كانون الأول عام 2015. طبعا انتخابه وقبوله في الصف الثوري، الصف السياسي الثوري، كان كبيرا، إذ حصل على 24 صوت من أصل 34. طبعا المنافس له كان بذلك الوقت رئيس الائتلاف الأسبق أحمد الجربة. إذن حصل على أغلبية، 24 عضو من أصل 34، كانت أغلبية سياسية موافقة على رئاسته للهيئة العليا للمفاوضات السورية. 2016 أعلن يعني هذه المحطة يعني تحسب للدكتور رياض حجاب وتعتبر موقف من المواقف المشرفة. أعلن رياض حجاب في نيسان 2016 تعليق مشاركة الهيئة العليا للمفاوضات في محادثات جنيف. السبب هو عمليات القصف والتجويع التي تستهدف بها قوات النظام السوريين عموما. الشهر نفسه دعم يعني بالنسبة أيضا موقف آخر يحسب للدكتور رياض حجاب. في ذات الشهر يعني نيسان 2016 دعا مجموعة أصدقاء سوريا إلى عقد اجتماع استثنائي في العاصمة الفرنسية باريس لاحتواء التصعيد العسكري لقوات النظام وحلفائها. إذن هذه المحطة يعني أثبتت أنه العمل الثوري السياسي، العمل الثوري السياسي بدأ يضغط، والهيئة العليا للمفاوضات أصبحت تستطيع أن تقول كلمتها أو أن تفرض كلمتها، تقول لا في الوقت الذي لا يلتزم فيه النظام، وتوقف مشاركتها. يعني كان موقفا مشرفا. عام 2016 في كانون الثاني ايضا كان هنالك لقاء مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في باريس. طبعا ايضا اكد في ذلك الوقت دعمه للثوره السوريه طبعا الرئيس هولاند. التقى في 30 من ايار عام 2017 بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ايضا الذي اكد دعمه للمعارضه السوريه. يعني النقطة التي دعنا نقول يجب أن يسلط الضوء عليها هي استقالة الدكتور رياض حجاب من هيئة التفاوض العليا المعارضة. جرت في أو تمت استقالة الدكتور رياض حجاب في 20 من تشرين الثاني عام 2017، وجاء ذلك في تغريدة بسيطة يعني ذكر فيها أجد نفسي مضطرا لإعلان استقالتي من هذه الهيئة. المحطات كثيرة، ولكن بعد يعني نحو شهر من فشل اللجنة السورية أو جلسة اللجنة الدستورية السورية، عاد الدكتور رياض حجاب إلى المشهد السياسي في 11 من آذار عبر لقاء مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في الدوحة.